والجزء الثاني من الفورس موشن يعني تكمل. خلينا نحكي للشابتر 5 هون الشابتر 6 اللي هو الموشن اند او فورس فورسز اند موشن بارت 2 الجزء الثاني. احنا الجزء الاول اخذناه في تشابتر 5 لما طبقنا قانون نيوتن الثاني على بعض السيستمز الموجوده. المره هاي اول جزء من هذا التشابتر راح نطلع عليه، راح نطلع على السيستمز اللي طلعنا عليهم اللي هم الجسم على سطح افقي، الجسم على سطح المائل او اجسام بينها احبال. لكن بدنا نضيف للسيستم الفريكشن، انه بده يكون في عندك على السطح او الجسم عماله بيتحرك على سطح خشن، تمام؟ فهون راح نضيف هذا السيستم اللي هو الفريكشن الاحتكاك. هلا هذا الفريكشن او الاحتكاك احنا اللي بنعرفه انه هذا الاحتكاك في منه نوعين. النوع الاول اللي هو الستاتيك فريكشن، والنوع الثاني اللي هو الكاينتيك فريكشن او الستاتيك فريكشنال فورس والكاينتيك فريكشنال فورس. لا المصعد شرحكم في اخر المحاضره، هذا اذا انتم صح السيد، تمام؟ المصعد شرحته. طيب هلا الفريكشن اللي هو في عندنا النوع الاول من الفريكشن اللي هو الستاتيك فريكشنال فورس، اللي هو هذا النوع الاول من الفريكشن، وهذا اللي بنسميه بالعربي الاحتكاك السكوني، انه بيكون موجود لما يكون الجسم ساكن او على وشك انه يتحرك، وراح نيجي عليه بالتفاصيل او بالتفصيل ونعرف كيف بدنا نحسب هذا النوع من الفريكشن. النوع الثاني من الفريكشن اللي هو الكاينتيك فريكشنال فورس، اللي هو قوه الاحتكاك الحركي، تمام؟ وهذا بيكون هذا النوع من الفريكشن موجود لما يكون الجسم عماله بيتحرك. هلا شو الفرق بين الستاتيك فريكشن والكاينتيك فريكشن اللي هو الاحتكاك السكوني والاحتكاك الحركي؟ اللي بدنا نتخيله، تخيل لو في عندي انا جسم وهذا الجسم موجود على سطح افقي، تمام؟ هلا احنا اللي بنعرفه اذا هذا الجسم ما بيتحرك، نو موشن، إذا هذا الجسم ما بيتحرك، شو القوة المؤثرة عليه؟ في عندنا الوزن للأسفل والنورمال فورس للأعلى. في عندي الام جي أو اللي هي الاف جي اللي هي الجرافيتيشنال فورس، وفي عندنا كمان اللي هو الاف ان النورمال فورس. هذا إذا الجسم ماله ثابت مش عماله بيتحرك. هلا افرض إنه أنا رحت بذلت فورس من عندي، وهاي الفورس لنفرض انها جايه باتجاه الاكس اف بهذه الصوره، بذلت انا على الجسم وجاي باتجاه الاكس انه بدي اتحرك البوكس هذا للامام. هلا اذا كان السطح خشن، انه في عندنا هنا احتكاك، اللي حيصير انه الجسم وهو ساكن بيكون عنده احتكاك، هذا الاحتكاك بنسميه ستاتيك فريكشن، ودائما بيكون بعكس الاتجاه تبع الكومبوننت تبع الفورس. فهون هذا الاف اس اللي هو الستاتيك فريكشن، تمام؟ فهذه الاف اس اللي هي بتكون موجوده لما يكون الجسم ماله ما في حركه، يعني احنا الجسم ماله لساته ثابت، فالاف ناقص الاف اس بتساوي صفر، تمام؟ اللي بيصير عشان الجسم يتحرك بكل بساطه، انا بظل ازيد في قيمه الاف الموجوده هون حتى تكون اكبر من الاف اس اللي هون، ببلش الجسم يتحرك. هلا لما الجسم يتحرك بيصير عنده كاينتيك فريكشن اللي هو اف كي، تمام؟ فكمان مره احنا اللي بنعمله بنضل بنعمل انكريز للاف، تمام؟ بنضل نزيد في الفورس اف حتى انها
تصير أكبر من الأف أس. إذا كانت الأف هاي أكبر من الأف أس اللي هو الاحتكاك السكوني، تمام، ببلش الجسم يتحرك وبيصير في عنده احتكاك. هذا الاحتكاك اللي هو الاحتكاك الحركي الكاينتيك فريكشن. فلما الجسم يبلش يتحرك بكل بساطة اللي بيصير إنه هاي لو موشن. لما الجسم يبلش يتحرك، افرض إنه هاي عندك البوك أو البوكس، هذا هيك الأف. فإذا في عنا موشن، في عنا حركة، بيكون في عنا احتكاك، وهذا الاحتكاك بيكون الأف كي اللي هو الاحتكاك الحركي، تمام؟ فواضح إنه الاحتكاك السكوني بيكون لما الجسم ثابت أو على وشك إنه يتحرك، والاحتكاك الحركي أو الكاينتيك فريكشنال فورس بتكون موجودة لما الجسم يبلش يزيد. إمتى الجسم بتحرك؟ لما قيمة الأف هاي تكون أكبر من أكبر قيمة للأف أس. هلا الأف أس هاي بتتغير، تمام؟ لما هاي الأف أس بتبلش تقل، تقل. هلا إحنا لما نزيد الأف هاي بتقل، تمام؟ الأف أس هاي بتظلها تقل تقل، أو سوري، لما يكون الجسم ساكن بتزيد لما توصل قيمة الماكسيم، أعلى قيمة للاحتكاك، تمام؟ هلا لما تكون الأف هاي أكبر من أعلى قيمة لأف أس، ببلش الجسم يتحرك وبصير في عنده احتكاك حركي. فدائما لازم تكون الأف أكبر من أف أس ماكس، يعني أكبر قيمة للاحتكاك إيش؟ السكوني. فهون الأف أس هاي ماكس المقصود فيها هاي اللي هي أكبر قيمة للاحتكاك السكوني، اللي لازم تكون الأف أكبر منها حتى إنه الجسم يبلش يتحرك وبيصير في عنده احتكاك حركي. واضح الفرق بين الستاتيك فريكشن والكاينتيك فريكشن على الأقل إمتى بيكون هذا موجود وإمتى هذا موجود؟ فلما يكون الجسم ساكن أو على وشك إنه يتحرك، لسه ما تحرك، فبيكون في عنده أف أس، وعلى وشك إنه يتحرك بتكون أف أس ماكس. يعني بتكون الكاينتيك لما يكون على وشك الحركة، حكينا إحنا لازم تكون الأف هاي أكبر من الأف أس ماكس عشان يبلش يتحرك. فمعناته لما يكون الجسم يبلش يتحرك بيكون في عنده فريكشن أف أس ماكس، ولما يتحرك الجسم تتحول للكاينتيك فريكشن. إذا بدي أمثل هذا الحكي اللي حكيته، إذا بدي أمثله كرسم بياني، طلعوا شو اللي بيصير. بكل بساطة افرضوا إنه هاي أنا عندي الفريكشن على المحور واي، هون الفريكشن. اللي بيصير إحنا حكينا إنه الأف بتبلش يزيد أو الفريكشن ببلش يزيد لما يوصل الماكسيمم، صح؟ إذا بتبلش تزيد لما توصل الماكسيمم، هاي الماكسيمم حكينا هي اف اس ماكس. تمام؟ فهون الاف اس بتضلها تزيد لما توصل الماكسيمم. هلا لما تكون الاف اكبر من الاف اس ماكس، ببلش الجسم يتحرك وبتنزل هاي او بتقل قيمة الفريكشن للاف كي. فهاي الاف كي، هلا الاف كي تقريبا كونستانت، هي مش كونستانت بالضبط، يعني مش يعني دائما الفريكشن بيتغير، دائما الفريكشن بيتغير، حتى الاف كي بتتغير، لكن تغير الاف كي كثير كثير صغير هي، تمام؟ فبالتالي نقدر نعتبره هذا ايش؟ كونستانت ثابت. فعشان هيك بنعتبر الاف كي مالها ثابته كونستانت، انه الجسم لما يتحرك بضل فريكشن عليه ايش؟ ثابت. هذا الاف كي، تمام؟ هلا اذا طبعا ممكن تكون الاف اقل من الاف اس، فبيكون الجسم ثابت ما بيتحرك. احنا حكينا انه الجسم بيتحرك لما تكون الاف اكبر من الاف اس ماكس، يعني لما تكون الاف اكبر من الاف اس ماكس هاي ببلش الجسم يتحرك بفريكشن اقل. لانه اذا بتلاحظوا الاف كي هون قيمتها اقل من الاف اس ماكس، فهون اللي بيصير كمان مره، اللي بيصير
لما يكون الجسم ثابت هاي الاف اس بتبلش تزيد. لما يكون على وشك الحركه انه بده يتحرك بس لسه ما تحرك بتوصل الاف اس اللي هي قيمه الاف اس ماكس. بعدها لما تكون الاف هاي اكبر من الاف اس ببلش الجسم يتحرك بكاينتيك فريكشن اف كي اقل من مين؟ اقل من الاف اس. فشايفين الاف كي اقل من الاف اس بس لكن الاف كي ميزتها انها تقريبا كونستنت، يعني الاف كي تقريبا ثابته ما بتتغير. لكن الاف اس طلع هون بتفرق عن هون بتفرق عن هون بتفرق عن هون بتفرق عن الماكسيمم. فصعب اني احسب الاف اس عند كل النقاط، دائما بنروح بنحسب الاف اس عند الماكسيمم. اما الاف كي تفرقش، ليش؟ لانه الاف كي ثابت تقريبا ثابت فما بتتغير. واضح الفرق بين الستاتيك فريكشن والكايناتيك فريكشن؟ في حدا عنده اي سؤال؟ واضح دكتور. تمام. هلا اللي بدنا نتعلمه كيف بدنا نحسب الاف اس وكيف بدنا نحسب الاف كي. عرفنا الفرق الاساسي انه امتى هاي موجوده وامتى هاي موجوده وشو خصائص كل وحده. هلا بدنا نعرف كيف بدنا نحسبها. بكل بساطه حكيته قبل شوي انه الاف اس عمالها بتتغير مش ثابته، معناته انا ما بقدر احسب بالاف اس عند كل النقاط. دائما اللي بنقدر نحسبه انه الاف نعم الاف اس اكبر من الاف كي. الاف اس ماكس هاي اللي بنحكي عنها، الاف اس ماكس اكبر من الاف كي. تمام. هلا احنا اللي بنقدر نحسبه اللي هو الاف اس ماكس، ما بنقدر نحسب الاف اس لانه الاف اس مالها مش ثابت، هي شايفين تتغير قيمتها. لكن اللي بنقدر نحسبه اللي هو الاف اس ماكس، بحيث انه قيمه الاف اس ماكس هي تساوي ميو اس في اف ام. هلا الميو اس هاي اللي هو الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن اللي هو معامل الاحتكاك السكوني، هذا مجرد كونستنت. فالميو اس هو الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، معامل الاحتكاك السكوني، هذا الميو اس. والاف ام هاي النورمال فورس. فاذا انا ضربت النورمال فورس في المعامل الاحتكاك السكوني اللي هو الميو اس تعطيني انه الاف اس او قيمه الاف اس ماكس اللي هي هاي القيمه. فهاي كيف بنحسب الاف اس ماكس اللي هي اعلى قيمه للستاتيك فريكشن، انه بده يكون الجسم على وشك الحركه. النوع الثاني اللي هو الاف كي، كيف بدنا نحسبه؟ الاف كي بدها تساوي ميو كي في الاف ام، بحيث انه الميو كي هو الكوفيشنت معامل الكايناتيك فريكشن، معامل الاحتكاك الحركي. تمام. هذا الميو كي اللي هو معامل الاحتكاك الحركي دائما بيكون اقل من الميو اس، لانه ليش؟ احنا اللي بنعرفه انه الاف كي اقل من الاف اس ماكس. اذا هاي اقل من هاي والنورمال فورس بتساوي النورمال فورس، معناته الميو كي اقل من الميو اس. فدائما الميو كي قيمته اقل من الميو اس، لانه بنعرف انه الاف كي اقل من الاف اس ماكس. تفضل دكتور. في ناس على الويتنج روم. اوكي هاي دخلته. فهاي اللي الاف كي هي اقل من مين؟ من الاف اس ماكس. واضح؟ عشان هيك بتطلع لنا الميو كي اقل او تساوي الميو اس. فباختصار اللي حكيناه، احنا في عندنا نوعين من الفريكشن. النوع الاول اللي هو الستاتيك فريكشن، هذا لما يكون الجسم عماله ساكن يعني ما بيتحرك، بتكون قيمه هذا الاف اس ماكسيمم اللي هي اف اس ماكس لما يكون الجسم على وشك الحركه انه بده يتحرك.
بعدها لما الجسم يتحرك بتبلش او الاحتكاك اللي بياثر اللي هو الاف كي الكاينتيك فريكشن، ودائما الكاينتيك فريكشن قيمته تقريبا كونستانت ثابته وبتكون اقل من الاف اس ماكس، دائما بتكون اقل من الاف اس ماكس. وطبعا بنحسب الاف اس ماكس من هاي وبنحسب الاف كي من هاي، تمام، بحيث انه الميو اس والميو كي هم الكوفيشنت تبعون الفريكشن، انه الميو اس هو الكوفيشنت للستاتيك فريكشن والميو كي هو الكوفيشنت للكاينتيك فريكشن. واضح؟ تمام. طيب طيب انا بعد ما تعلمنا الفريكشن، تعلمنا انواع الفريكشن، تعلمنا خصائص كل واحد من هاي الانواع، اللي بدنا نروح له هلا انه بدنا نتعلم انه نطبق هذا الشيء على المسائل. فخلينا نروح نطلع على اسئله اللاكتشر، خلينا نشوف اول سؤال من اسئله اللاكتشر اللي هو سؤال 6، بس ثواني اشوف واحط المعطيات. يلا هين نعطي السؤال، هاي السؤال 6. طيب سؤال بسيط تطبيق مباشر لكن منيح عشان تفهموا اللي معطيكم اياه في هذا السؤال. سؤال 6 صفحة 140، طيب اللي معطيكم اياه انه في عندكم لاعب بيسبول كتلته 79 كيلوغرام وبيأثر عليه فريكشن، يعني نفرض هاي اللاعب بيأثر عليه فريكشن، هذا الفريكشن اللي هو اف كي، مقدار الاف كي هاي 470 نيوتن، تمام، اللي هي الاحتكاك الحركي، فهنا معناته اللاعب عماله بيتحرك، بده قيمة الكوفيشن الميو كي، بده قيمة الميو كي بين اللاعب والسطح الموجود. هلا بكل بساطة احنا اللي تعلمناه انه اف كي شو تساوي؟ ميو كي في اف ميو كي في اف ام، انه ميو كي في النورمال. هلا ميو كي بدنا اياه، اف كي معانا ضل نطلع مين؟ النورمال. هلا اللي بنعرفه انه القوة اللي بتأثر على الواي في عندنا هنا الام جي الوزن، وفي عندنا هنا النورمال فورس، صح؟ فمعناته على الواي ما في حركة، تمام؟ فبالتالي الاف ام شو تساوي؟ تساوي الوزن. فهون الاف ام ناقص الام جي بتساوي صفر على الواي، فبالتالي الاف ام بتساوي ام في جي. ام كم معي؟ 79 في جي 9.80، فكم هاي بتطلع؟ 79 في 9.80 تطلع 774.2 نيوتن، هاي اف ام. معناته من هنا الميو كي هي اف كي على اف ام، فهنا الاف كي اللي هي معطيني اياها 470 على 400 او 700 سوري 74.2، فكم تطلع هاي؟ حكينا 7.6 ثواني 74.2 تطلع بالضبط 0.61، فهاي قيمه الميو كي. اللي بدي اياك تعرف انه دائما الميو كي والميو اس
أقل من واحد دائماً. الميو أس والميو كي أقل من واحد. شو وحدة الميو أس والميو كي؟ شو اللي نتقلهم؟ ملهاش وحدة. لا إلها وحدة. ملهاش وحدة. ليش؟ هاي نيوتن. نيوتن مع نيوتن بروح خلاص ما في. بالضبط ما في إلها وحدة. فهاي بنت بس ما في إلها وحدة اللي هي 61 ملي. فهذا مجرد مثال بسيط. دكتور. مثل شوي أعقد. في علاقة مباشرة بتربط بين ميو كي وميو أس؟ يعني إشي حسب السيستم بس ما في علاقة. أوكي هلا هو في علاقة حسب السيستم بس هاي العلاقة مش سهلة لكم. يعني قصدي إنه بتقدر تربط بينهم هذا إشي أكيد لكن مش بهاي البساطة يعني مش بتطبيق هيك معادلات تمام؟ مش مشكلة اللي بيتخصص فيه زي بصير يعرف أي شغلة. طيب نروح لسؤال مش عارف في سؤال 19 هذا سؤال منيح بس هي الفكرة هون في هذا التشابتر إنه الجزء الأول منه تبع الفريكشن إنه نفس الحكي اللي حكيناه مع الأنظمة الأولى اللي هو جسم على سطح أفقي جسم على سطح مائل مثلا أجسام بينهم أحبال إلى آخره لما يكون بس في فريكشن هاي الفكرة. بس كيف بنحسب الفريكشن؟ أول شيء بنحدد شو نوع الفريكشن الموجود بعدين بنحسبه وبنحطه زيه زي أي فورس. يعني كيف في عندنا فورس هنا ام جي اف ان هاي اللي حطيت اف كي عادي فورس زيها زي الباقي بس إنه طريقة حسابها هاي الاف كي إنه بنحسبها من ميو كي في النورمال الاف اس ماكس بنحسبها من ميو اس في النورمال هاي هي الفكرة. طيب نروح لسؤال 19 انا بس احط المعطيات طيب اللي معطيكم اياه في هذا السؤال انه عندكم بلوك هذا البلوك هيو موجود على اول على حائط ومثبت ما بيتحرك يعني في البدايه ما بيتحرك ثابت كانه وبأثر عليه فورس اف انا اثرت عليه فورس اف تمام هاي الاف باتجاه الاكس زي ما انتم شايفين وطبعا هنا السطح خشن او الوول خشن تمام في فريكشن بحيث انه معامل الاحتكاك السكوني 0.6 والميو كي 0.4 وقيمه الاف اللي انا باثر فيها هاي 12 نيوتن بحكي لك هل البلوك راح يتحرك؟ نعم ولا لا؟ قلش هلا بكل بساطه بدي اروح احلل القوة الموجوده على البلوك تمام؟ اول شيء في عندنا الوزن للاسفل مضبوط؟
فهي عندنا الوزن للبلوك هذا اللي هو الوزن للأسفل أم في جي، تمام؟ هذا الوزن. طيب وفي عندنا الأف اللي هي بيأثر فيها من السيستم أو من السؤال اللي مأثر الأف، هاي الأف 12 نيوتن. كمان شو في عندنا قوة؟ في عندنا الاحتكاك. الاحتكاك وين؟ بين البلوك والحائط أو الوول. فهي الاحتكاك أف نسميها أف، لأنه أنا ما بعرف إذا هي أف أس ولا أف كي، نسميها أف. هاي الأف المقصود فيها الفريكشن، الاحتكاك أو الفريكشنال فورس، تمام؟ هلا شو ضل عندنا كمان؟ ضل عندنا النورمال فورس. وين اتجاه النورمال فورس؟ هاي البلوك، هاي البلوك يسار دي على الوول، فايها هاي النورمال، هاي الأف. ليش الأف أن هون؟ أنا راح تكون عمودية على السطح، والسطح هي الوول هو السطح، الحائط هو السطح، فدائما النورمال فورس عمودية على السطح، فهي القوة الموجودة على الجسم، تمام؟ طبعا احنا بنخلي محور الاكس والواي. طيب هلا احنا شو حكينا الشرط عشان الجسم يتحرك؟ انه اذا كانت الاف اللي هو الفريكشن هذا اكبر من اف اس ماكس، معناته الجسم ماله راح يتحرك موفينج، صح؟ مش احنا قبل شوي حكينا اذا بتشوفوا الرسمه، خلينا نرسم الرسمه، هي اف حكينا هنا اف اس ماكس وبعدها بتقل للاف كي. هلا اذا الفريكشن هون راح يكون اكبر من الاف اس ماكس ولا اقل؟ ثواني، اف اس اكبر صح اكبر، لا هيك صح، هيك صح بده يتحرك الجسم. ايوه بالضبط، اذا كانت اقل منها اكبر، مستحيل تكون اكبر منها، ما هي الاف اس ماكس اكبر اف اس هي اقل منها يا جماعه، ما هي اكبر قيمه هاي. اذا كانت الفريكشن اقل منها الجسم راح يتحرك. اذا الاف اكبر من الاف اس شوي، انا دكتور المفروض نقارن القوه الفايركشن، مش الفايركشن دكتور، لازم الفورس. صحيح دكتور، هي هي مش الفايركشن، الفورس اكبر من الاف اس ماكس، لازم الاف 12 الفورس. انا بحكي هون عن الفريكشن، شايفين؟ انا بدي افحص. لا هيك صحيح، الاف اس ماكس اكبر. يا جماعه انسوكم من الاف، ركزوا معي شوي. هلا انا بدي افحص اذا الفريكشن اللي عندي ستاتيك ولا كايناتيك، هاي الفكره. فخلونا نحسب اول شيء الاف اس، هاي ماكس، انسوا هاي العلاقه اللي حطيت توي، انا برجع لها. انا بدي افحص اول شيء او اوجد اف اس ماكس، كم قيمتها؟ ميو اس في الاف ان، صح؟ الميو اس كم؟ هي 0.10 6. والاف ان النورمال فورس، كيف نجيب النورمال فورس؟ بما انه الجسم كان ثابت في البدايه، معناته الاف ناقص الاف ان بتساوي صفر، فإذا الاف ان هي 12، فالاف ان هاي هي مقدارها 12، ف 0.6 في 12 تطلع 7.2 نيوتن، تمام؟ هلا نروح ونحسب قيمة الفريكشن، هذا اف، هلا احنا حسبنا الاف اس ماكس، تمام؟ بدي احسب قيمة هذا الفريكشن اف وأقارنه مع الـ FS Max. هلا F شو تساوي؟ يلا من هال الـ F شو تساوي؟ MG، صح؟ لأنه الجسم ما بيتحرك، فالـ F هون تساوي الـ MG، وتساوي الـ M معطية أكيد، خلينا بس أشوفه شوي، 12 نيوتن بوش 5 نيوتن، معطينا الوزن جاهز، معطينا هذا الوزن 5 نيوتن، فهاي 5 نيوتن. فإذا بتلاحظوا الفريكشن أقل من الاف اس ماكس، إذا الفريكشن أقل من الاف اس ماكس مال الجسم ساكن، تمام؟ فهون لأنه الاف أقل من اف اس ماكس
فالجسم ماله ساكن. دكتور أنا عندي اعتراض على هاي النقطة. تفضل. برضو الاف كي اقل من الاف اس ماكس، فاذا احنا طلع لنا رقم اصغر من الاف اس ماكس احنا ما بنقدر نحدد فيه هو اف كي ولا هو اف اس، بس مش واصل الماكس. لا هلا كمان مره، هون كمان مره المقصود فيها هاي انه اف، انا الفريكشن اللي حسبته بما انه طلع اقل من الاف اس ماكس هون، والجسم كان في حاله ثبات من البدايه، يعني كان الجسم في حاله ثبات اصلا، يعني هو في السؤال محكي لي انه كان في حاله ثبات، لما انا اثرت باف، لما انا اثرت باف وما وصلت الماكسيمم مستحيل اكون نزلت للاف كي، لانه اصلا انا ما وصلت الماكسيمم لسه. فهمت الفكره؟ هلا لو كان الجسم بيتحرك وبسالك انه بكمل حركته ولا لا، بتفكر هذا التفكير. فهمت علي؟ هو في الاصل الجسم ثابت، يعني هون خلص الجسم ثابت في الاساس، فبلشت الاف اس، حسبنا الاف ريفليكشن طلع اقل من الاف اس ماكس، بما انه الجسم ثابت والريفليكشن اقل من الاف اس ماكس فاكيد ظل ثابت، اكيد ما تحرك. فهمت ولا لا؟ عيدها دكتور بعينك الله. كمان مره بكل بساطه احنا خلينا نتطلع على الاف، اول شيء نجيب الفريكشن. هاي المعادله كنا نجيبها، هاي الفريكشن بكل بساطه، لانه الجسم هو بحكي لي في الوضع البدائي الجسم ثابت ما بتحرك، هو بيسالني هل راح يتحرك لما تاثر عليه الاف ولا لا. تمام، هل بما انه كان في حاله ثبات معناته على الواي هون انه الاف ناقص الويت ناقص الوزن تساوي صفر، فالفريكشن ناقص الويت بتساوي صفر، معناته الاف هي تساوي الويت الوزن واللي هو معطيني اياها في السؤال 5 نيوتن، فحسبنا الفريكشن. هلا بدي اشوف هذا الفريكشن اقل من الاف اس ماكس ولا لا، فبدي احسب الاف اس ماكس اللي هي شو حكينا دائما تساوي ميو اس في الاف ان، لكن عشان احسب الاف ان الجسم هو في حاله ثبات، معناته الاف ناقص الاف ان تساوي ايش؟ صفر، فمعناته الاف ان راح تساوي الاف، فالاف هي 12 فالاف ان 12، فمعناته ميو اس 6 بالعشره في الاف ان اللي هي 12 تطلع حكينا 7.2. هلا بما انه الاف هاي اقل من الاف اس ماكس معناته اكيد الجسم ظل ثابت ما تحرك اصلا، خلص ظله ثابت لانه لسه اقل. فهمت الصوره؟ مش احنا حكينا في الرسم هاي اللي رسمناها هون انه الاف اس بتزيد لما توصل الاف اس ماكس بيكون الجسم على وشك الحركه. هلا كان الجسم ثابت، بما انه كان الجسم ثابت تمام، ما دام الاف لسه اقل من الاف اس ماكس انا متاكد تماما انه الجسم ما تحرك، انه ظل ثابت. فهمت ولا لا؟ دكتور مفهوم. فهي الفكره. طيب المطلوب الثاني اللي هو بي بده الفورس من الوول على البلوك. كمان مره خلينا نحط المطلوب بي ان يونت فيكتور نوتيشن، انفينيت فيكتور نوتيشن يعني بدلاله الاي والجي والكي. بده وات از ذا فورس فروم ذا وول اون ذا بلوك، انه بده الفورس من الوول على البلوك بدلاله الاي هات والجي هات. هلا الفورس برايكم الوول بشو بياثر على البلوك؟ الفورس كم فورس؟ 4. كم واحد؟ مش 4؟ لا واحده دكتور،
ثنتين الاف والاف ام الاحتكاك والاف نورمال الوزن بالضبط هو بيأثر بالاحتكاك وبيأثر بايش بالنورمال فورس لان النورمال فورس هي جاي من الوول والاحتكاك جاي من الوول لكن الاف والام جاي منه فمعناته اذا بدي الاف من الوول بكل بساطه اللي بحكي الاف من الوول تساوي اللي هو عندنا اف ان باتجاه الماينس اذا بتنتبهوا اذا هاي الموجب هاي موجب وهاي سالب فبدها تكون سالب اف ان باتجاه الاي وفي عندنا الفريكشن باتجاه الجي زائد اف باتجاه الجي هلا الاف ان كم مقدارها اللي هي 12 حكينا لانه الاف ان هي تساوي الاف فماينس 12 باتجاه الاي والاف اللي هي هاي الفريكشن حسبناها 5 فزائد 5 باتجاه الجي هاي الاف من المول بدلاله الاي والجي تمام واضح مفهوم اللي كان يحكي انه انا مش مميز بين الاف اس ماكس والاف كي انه بعرفش فهمت النقطه اللي حكيتها ولا لا تمام دكتور تمام طيب هلا نروح للسؤال اللي بعديه كمان مثال نحل عشان تفهموا يعني هذا بس لتفهمكم انه شو الفرق بين الاف اس والاف كي تمام مش عارف شو السؤال متاكد دكتور بنلحق نحل قبل الكويز بنلحق تخافوش تخافوش دكتور في محاضرة وجاهية بعد بكرة هلا بنحكي هلا بس توقف السؤال مش أنا أخلص بس هاي الفكرة تمام بس مش عارف وين رايح السؤال أنا بتذكر في رسمي كان لأنه يعني سؤال حلو هو هيو أوكي لو سؤال 24 نروح حلينا 19 24 فأنا دائما بفحص إذا الأف كان الجسم ثابت إذا الأف الفريكشن أقل من الأف أس ماكس أكيد الجسم ساكن بس إذا عماله بيتحرك يعني إذا الجسم كان بيتحرك تمام وحكالي هل راح يكمل حركته ولا يوقف ما بقدر نميز وقتها لانه فعلا ما بقدر اميز بين الاف اس ولا اف كي تمام طيب هلا نحل سؤال 24 يس 24 طيب بس احط المعطيات الماس 4.1 كيلوغرام الرسمي V مع T طبعا هنا VS طبعا VS قيمتها 5 متر لكل سكند فورس في عليه F 40 نيوتن في كمان طيب النقطة هاي اللي نص طيب هل نعطيكم إياه في هذا السؤال لأنه في عندكم جسم هذا الجسم ماشي على سطح أفقي بهذه الصورة تمام وأنا أثرت عليه بسرعة أو فورس سوري هاي الفورس هوريزونتالي هيها وقيمتها 40 نيوتن طبعا في عندي فريكشن تمام ومعامل الاحتكاك وين هو ايش معطيني اياه بده اياه تمام هلا اللي معطيني اياه في السؤال كمان مره انه في عندنا جسم على سطح افقي هذا الجسم باثر عليه انا بفورس 40 نيوتن ببلش يتحرك السرعه للجسم تغير بهذا المقدار انه بلشت من هون وعمالها السرعه مالها بتزيد ووصلت ل 5 متر لكل سكند هون عند هاي النقطة تمام وبحكي لك انه بدي الميو كي بين السطح والمين والجسم
هلا بما انه الجسم بتحرك فواضح انه الفريكشن اللي عندي حيكون اف كي راح يكون بعكس الاتجاه هون اي اف كي تمام. فمعناته انا طبعا في عندنا النورمال للاعلى في عندنا الام جي للاسفل او الويت للاسفل اللي هو ام جي تمام. هلا بكل بساطه اللي بدي احكيه انه اف اللي بطبق على الاكس اف ناقص اف كي شو تساوي ام في اي صح. انه الحركه على الاكس في عندنا هاي الفورس وهاي الفورس طبعا اذا فرضت اتجاه التسارع هيك فهاي الفورس مع التسارع هاي بعكس التسارع فبحكي اف ناقص اف كي تساوي كتله الجسم في التسارع. فهلا بدي انا اطلع نيو كي فعشان اطلع نيو كي اكيد لازم اطلع اف كي فعشان اطلع اف كي من هون بحكي اف كي شو تساوي اف ناقص ام في اي. هلا اف معي هيها 40 نيوتن الام معي ضل الاكسلريشن بس واضح انه الاكسلريشن من وين بنطلعه بنطلعه من السلوب بالضبط. هاي النقطه اللي هي احداثياتها 0 ونص وهاي النقطه احداثياتها 1 و5 تمام. فمعناته السلوب راح يطلع 4 ونص فهون السلوب اللي هو 5 ناقص نص على واحد ناقص صفر اللي راح تطلع أربعة ونص اللي هي الأكسلريشن. فهون إذا بدي أوجب أنا الأف كي بحكي الأف اللي هي أربعة بوينت سوري الأف حكينا 40 نيوتن ناقص الأم اللي هي أربعة بوينت واحد في الأكسلريشن اللي هو أربعة ونص فكم تطلع هاي 40 ناقص أربعة بوينت واحد في أربعة ونص ناقص حكينا 4.1 في 4.5 اللي هي 21.5 تقريبا اللي هي اف كي نيوتن. فطلعنا الاف كي فعشان اطلع النيو كي بكل بساطه نحكي انه الاف كي شو تساوي النيو كي في الاف ان صح هيك بنعرف. هلا الاف ان شو تساوي النورمال فورس واضح شو تساوي ام جي الام جي ام جي فالاف ام هي نفس الام جي لانه ما في حركه على الواي فالاف ام تساوي الام جي. فالاف كي اللي هي ميو كي فمعناته الميو كي من هاي العلاقه انه اف كي على اف ام واف كي طلعناها 21.5 على الاف ام اللي هي الوزن 4.1 احكي في 10 فهي 41 اقسم 21.5 على 41 0.53 تمام بالضبط 0.53 تمام. فهي طلعنا لميوكي. فباختصار انت كل اللي تعلمته في تشابتر 5 بدك تطبقه. هاي طبقنا قانون نيوتن على الاكس وعلى الواي. طبقنا على الاكس في احتكاك لانه انا بدي اجيب قوه الاحتكاك لسن النورمال فورس فطبقت على محور الواي وطلعت النورمال فورس. فكل اللي تعلمناه بدك تطبقه. يعني ممكن انا في الامتحان راح اجيب لك سطح على جسم افقي بس اعطيك بزاويه مثلا اعطيك اف ثيتا بدك تحلل تاخذ اف كوساين واف ساين فبتبطل النورمال فورس هي نفس الوزن بتصير الوزن ناقص اف ساين ثيتا مثلا. فهي الفكره فانه المبدا نفسه نفس اللي تعلمناه لكن اللي بيختلف انه هنا بس في عندنا ايش في عندنا الفريكشن واضح. ناخذ كمان مثال على هاي القصة اللي حكيتنا من عندي بعطيكم إياها. هذا المثال عشان بس تفهموا بالضبط شو اللي بقصده. هذا مثال من عندي
طيب هذا ما اعطيكم اياه في هذا السؤال، ما اعطيكم انه بلوك، هذا البلوك بتاثر عليه فورس بهذه الصوره طبعا موجود على سطح مائل وثيتا هنا 30 درجه تمام، وبحكي لك انه بده الاكسلريشن للبلوك، تسارع للبلوك تمام، بحيث انه الميو كي بين السطح والبلوك هيو تو معاك الكتله ومعاك الكف. عشان اطلع الاكسلريشن تطبق قانون نيوتن الثاني بكل بساطه. فهون اللي بدي اعمله بدي اروح احلل القوى، شوفي عندي قوى، في عندي الاف، في عندي هون الام جي صح؟ اها هون في عندنا الام جي للاسفل، في عندنا النورمال فورس للاعلى تمام؟ وإذا أنا مثلا حكيت لك إنه البلوك بيطلع أب تمام؟ فهي الاف كي تمام؟ وبدك توجد ايش؟ الاكسلريشن. في قوة ثانية؟ لا، هاي ريفليكشن الوزن والنورمال فورس. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ هاي القوة اللي بدها تحليل. إذا أخذنا هذا الاكس الام جي والاف بالضبط، إذا أخذنا هذا اكس وهذا الواي فبدهم تحليل الاف والام جي. تعلمنا المرة اللي فاتت كيف دكتور أنت ليه اعتبرت إنه الجسم بيطلع لفوق ما بينزل لتحت؟ أنا في السؤال السؤال حتى تمام، يعني افرض انه هيك تمام. هلا بكل بساطه افرض انه الاف شو كنا بنحكي، هلا بدنا نحلل مين؟ الام جي. افرض انه هاي ام جي ساين ثيتا وهاي ام جي كوساين ثيتا صح، وهون في عندنا اف كوساين ثيتا وهون على الواي اف ساين ثيتا. وتعلمنا كيف المره اللي فاتت انه هنا ساين للاف وهنا كوساين وهنا ساين للام جي وهنا كوساين، عرفنا ليش من المره اللي فاتت. هلا بكل بساطه شو القوى على الاكس؟ اف كوساين ثيتا وام جي والاف كي. فبحكي اف كوساين ثيتا، خليني بس احط كتله هنا 1 كيلو عشان يكون الرقم معقول، اف كوساين ثيتا ناقص ام جي ساين ثيتا زائد اف كي شو تساوي؟ ام في اي صح؟ انه القوة اللي على الاكس لو فرضنا اتجاه التسارع هيك، انه القوة اللي مع التسارع موجب اللي بعكس التسارع سالبي، افرض اتجاه التسارع كيف ما بدك. هلا اللي بدنا نعمله انه بدنا نحسب مين؟ الاكسلريشن. عشان احسب الـ A معاي الـ F معاي ثيتا معاي MG معاي ثيتا بلزمني FK. كيف نحسب الـ FK؟ بكل بساطة نعرف انه الـ FK تساوي ميو كي في النورمال، والنورمال شو تساوي؟ شو بدنا نعوض محل النورمال؟ النورمال نطلعها بمعادلة الواي، انه FN ناقص F ساين ثيتا ناقص MG كوساين ثيتا بتساوي صفر. فمعناك النورمال فورس بدها تساوي مجموع هذول، لانه على الواي حكينا ما في حركه. فهون الاف ان بدي اعوض مكانها اف ساين ثيتا زائد ام جي كوساين ثيتا. فهلا اذا طلعت انت الاف كي بتعوض هاي الاف كي هون، بتطلع مين؟ الاكسلريشن الاي تمام؟ واضحه هاي؟ واضحة تمام. بس في نقطة بدي احكي لكم اياها وهي كثير حلوة للأسئلة، انه دائما اذا عندكم جسم على سطح مائل تمام، جسم على سطح مائل وما في عليه قوة اف، او خلصتم لهون؟ خلينا نعطيكم المثال اللي بدي اياه. لا بس دقيقة طيب انسوها بس عشان اعطيكم المثال اللي في بالي. دكتور ضايف ترى حايق ما تقلقوا خلص ما بنقلق ولا يهمك خلص. طيب هلا خليني بس احط المثال اللي في بالي تمام، لانه ايش انه افرضوا لو كان عندكم جسم على سطح مائل وبيصنع زاويه ثيتا وما في فورس ما في اف، انه بس بياثر عليه الوزن ام جي وبياثر عليه النورمال فورس، وانه ما في هنا قوه بتاثر عليه تمام،
ثواني بس أشغل الشاحن. دكتور خلص بنتسلى فيه السؤال. لا لا مهم هذا السؤال مهم جدا وبيسهل عليكم في حل الأسئلة في الامتحانات. طيب هلا اللي كنت بدي أحكيه إنه بس في عنده الوزن وفي عنده النورمال فورس، وحكيت لك إنه الجسم ساكن، شو الاحتكاك اللي عنده بده يكون؟ إذا الجسم ساكن استاتيك استاتيك على إشي بالضبط أف أس، فهو عنده أف أس تمام؟ إنه ساكن الجسم ثابت ما بيتحرك دائما لميو أس. السؤال بيحكي ثابت مش صح دكتور؟ طبعا السؤال ثابت بيحكي لك إنه ساكن الجسم تمام؟ دائما لميو أس تساوي تان ثيتا، دائما معامل الاحتكاك السكوني بيساوي تان الزاوية، شرط إنه ما في قوة غير الأف أن والأمجد. كيف؟ كيف؟ سهل صح؟ إثباتها بسيط، نثبتها مع بعض السريع. يلا هلا شو نحلل القوة؟ يلا حللوا شو هنا في عندنا؟ أم جي ساين ثيتا، وهنا شو في عندنا؟ أم جي كوساين ثيتا، في قوة غيرهم؟ لا تمام؟ هلا لأنه ما في حركة على الـ X في عندنا الستاتيك فريكشن هنا اف اس ليش ننساها؟ هلا لانه ما في حركه لا على الـ X ولا على الـ Y صح؟ ما في حركه لانه الجسم ساكن، معناته الام جي ساين ثيتا هاي راح تساوي الاف اس بتساوي الاف اس ام جي ساين ثيتا راح تساوي الاف اس واللي هي ميو اس في الاف ان، بس كمان هاي معادله من الـ X. هلا كمان بنعرف معادلة الواي انه الاف ان شو تساوي؟ ام جي كوساين ثيتا. اف ان ام جي كوساين ثيتا، فلو عوضت محل الاف ان هون ام جي كوساين ثيتا راح يطلع عندك انه ام جي ساين ثيتا تساوي اسمها المعادلة ام جي كوساين ثيتا، ام جي مع ام جي بتروح ام يو اس اللي هي ساين ثيتا على كوساين ثيتا واللي هي تان ساين كوساين. فدائما اذا عندكم جسم على سطح مائل تمام والميو احكوا معاه ما في عليه قوه غير الوزن والنورمال فورس، دائما الميو اس وكان ساكن دائما الميو اس بيساوي تان الزاويه تمام. تفضل. طب ايش معلك وز هلا يا عمي؟ ماشي كويز المحاضره الوجاهيه دكتور. انت شو دخلكم؟ انت شو دخلكم؟ ليش بتحكوا لي كويز؟ انت شو لكم على؟